بسم الله. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا خير معبود. يقول مولانا في آخر هذه الآية 119 من سورة النساء لفام دوماً، ومن يشرك بالله، وباش يزيد يكرر باش تفهم، وغالب الناس راضين الفهم القرآن تاركينه باغذينه ما لا مش مستعبين بكلام المولى. دخي القرآن يستنى بيك حتى ترضى عنه وتصدق ما فيه، يزينا من الغرور يا ناس، يزينا من الهذيانات والذهانات البسيكوز. أنتم غارقين بالبسيكوز ولا تعلمون بل تدعون ما ليس بكم، تدعون العلم. أنا أعرف كل شيء، ما زي متحدث، نعرف كل شيء. الإخوان جيا بيهم عليهم، نسمي الإخوان جيا وجمع نظيف، لماذا منهم لصقين باش يشوهونا؟ وهذه من عمليات إبليسية باش من الأمة الإسلام تتكونش على قاعدة صحيحة كما تكونت وقت الرعي الأول اللي بدا في الإسلام فعلا في حياة الناس. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، والمؤمن من آمن بالله واليوم الآخر والقدر خير وشر والجنة والنار والملائكة المكرمين عليهم السلام والتسليم. يقول ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. شاء ربي أبو ما يخليش حتى شيء ينفع يوما ما، ضل إلي إيرون إني خائلي اون دور دو لا فوا ديفين، خارج سكة المولى مبين. قالك فضلا فقد ضل ضلالا بعيدا، شا الطرف الضلال تو الضلال يخليك دائما تقرب لطريق الرحمن، مش خطير كيما اللي يبعدك حتى تولي تنكر ملا سبيل المولى، ويحق لك وقت انكرت باش تعمل عكس ما أمرت به وتأتي كل ما نهاك الله عنه. نعود إن شاء الله.